هو باعت دلوقتي فويس نوت على الاعداد عندنا، حابه تسمعيه ولا مش عايزه تسمعيه؟ شغلوا لنا كده الفويس نوت نشوف بيرد بيقول ايه. تعالي نسمعه مع بعض كده عشان انا عايزاكي تردي عليه دلوقتي. لو يعني والله ما عندي شيء اضيفه في البرنامج، هي قالت لي انه انا يمكن مش حابه تاني وكذا. قلت ليش يا ست الكل مش حتحبي تاني؟ ان شاء الله تتزوجين، انت الف من يتمنى يتزوجك، اوكي؟ وانا هو على الهواء مباشره اطلب اخطبك. فرحت، قلت انا من العراق توافقين؟ هي وافقت في اللقاء وفرحت. ومن راسنا مع بعض على اغنيه ماجد المهندس، وده من ضمن اللقاء، اوكي؟ والكاميرات كانت تصور. خلص اللقاء طلعنا بالبلكونه، قلت يا خطيبتي الحلوه انا ما انا غير عليك، ما اقبل تلبسين تطلعين. هي كانت محترم معايا جدا وحد شيك قوي، اوكي؟ وانا جدا احبها واحترمها كفنانه وكانسانه. انا ما سئت لها في شيء. وقالت لي خلاص بعد بكره نتعشى مع بعض، قلت نتعشى مع بعض ونتكلم في التفاصيل اكثر. طلعت في اليوم الثاني قالت لا ما فيش حاجه زي كده. طيب انا 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 خطفك؟ انا قلت اخطبك مش هخطفك، اوكي؟ قلت لها في حد كثير يحبك وعايز ارفع معنوياته، انه لسه في شباب يخطبوها ولسه في شباب يحبوها. انا ما اسأت لها، وانا على صفحتي الشخصيه ما نزلت صورتي صورتها وقلت انا دي خطيبتي، ونشرت صوره خاتم خطوبتنا. انا ما عملتش حاجه خالص. حد يقول لك انا ممكن اخطبك؟ انت حد جميل، جزاء الاحسان الاحسان. خلاص شكرا. موافقه؟ اوكي شكرا. مش موافقه؟ شكرا. هي دي كل الحكايه. ليش كبرت الموضوع؟ انا مش فاهم كبر ليه الموضوع، مش فاهم والله. حورية سمعتي يا حورية؟ آه. رجع غير الكلام، بيقولك الرقصة دي كانت من ضمن البرنامج، بس بعد كده أنا عرضت عليها الجواز، وبعدين قلنا نتكلم في التفاصيل أكتر تاني يوم، نتقابل تاني يوم ونتكلم في التفاصيل أكتر. ف يعني هو إيه الكلام رجع اتغير شوية عن ما كان بيقوله في الأول. ولا هو كان بيقول إيه؟ هو قبل كده لا ما كانش بيقول كده، هو قبل كده كان بيقول دي كانت خطوبة. والله ولا فكر ولا شفت ولا سمعت ولا I did not even follow ايه اللي حصل، يعني ما شفتش حتى على التلفزيون. سمعتي رده دلوقتي اللي هو قاله معانا؟ لا. قال ايه؟ ما انا سمعتك الفويس نوت، ما سمعتيش. انا مش سامعه. لا بيقول ان هو الرقصه اللي انتوا رقصتوها دي كانت من ضمن الحلقه في البرنامج، يعني انتوا بتعملوا شو في البرنامج، وان هو بعد كده يعني ان انت كنت كويسه معاه قوي وظريفه معاه قوي، فهو عرض عليكي الجواز، فقمت انت قلتي له نتكلم في التفاصيل بكره. لا نتقابل بكره يعني تاني يوم ونتكلم، نتعشى مع بعض ونتكلم في التفاصيل. يعني مش عارفه اقول استغفر الله يا رب، بس يعني هو انا هصوم اصوم وافطر على بصله كمان، يعني مش قادره اصدق بجد، يعني بجد مش قادره. انا مش قصدي ان انا يعني ابقى قلت الادب ولا اي حاجه، بس اللي انت عملته ده يعني فاق التربيه والاصول يعني لا وايه، وانا فاتحه لك بيتي وانت في بيتي تعمل كده وانت في بيتي. طيب يعني انت بتنفي كل الكلام اللي هو قاله برضو عشان الناس تبقى الكلام واصل لها، كل اللي هو بيقوله ده ما حصلش، وكل اللي بيقوله ده مش حقيقي، ولو كان بيعمل كده بيعمل كده عشان البروباجندا وعشان الترند وعشان يشتهر في مصر وعشان الناس تعرفه في مصر، لان زي ما انا قلت لكم وانا بقدم الموضوع ده ما حدش بياخد الشهره كلها في الوطن العربي غير لما يعدي على مصر الاول، ولكن يعني ما نعملهاش بالشكل الرخيص والرديء ده، تتعمل بشكل اشيك من كده، يعني تعمل بشكل اشيك من كده. طيب لا وبعدين مطلعني ان انا دست، يعني انا ده مستفزني جدا. جوز. ردي عليه، ردي. يعني اعمل ازاي انت مش مرتبطه؟ ازاي انت مش مخطوبه؟ اكيد في سر. لو في سر ايه؟ ده نصيب، ده نصيب، وانا نصيبي لسه ما جاش، يعني لسه ما جاش. طب انا اقول لك حاجه تانية دلوقتي، مش هو باعت رساله صوتيه بيقول انا عرضت عليها الجواز؟ تخيلي ان هو مقدم لك عرض جواز دلوقتي، وردي عليه يا ستي. هو بيقدم لك عرض جواز اهو، هتردي عليه تقولي له ايه؟ من غير ما اجرحه يعني؟ براحتك. عشان عمري ما بحبش اجرح حد. ماشي. لو طلب مني طلب زي ده هقول والله
والله حضرتك يعني تشرف أي حد، والبرنامج حلو قوي، إنما للأسف أنا وش فقر وأنا مش عايزة أتجوز. ماشي خلاص، ده يعني يمكن ده اسلم رد. بس انا عايزه اقول لك يعني انه ايه، يعني انا كنت عايزه اقول لك هو بعت لنا في الفويس نوت دلوقتي ان هو بيعرض عليك الجواز او عرض عليك الجواز، فانا عايزه اقول لك بعد كل اللي هو عمله ده ردي عليه. لو هو قدم لك عرض جواز دلوقتي بعد اللي هو عمله، هتردي عليه تقولي له ايه؟ هو اصلا ما كان، انت عارفه ان هو اصلا ما كلمنيش من ساعه ما هيكلمك يقول لك ايه؟ هيكلمك يقول لك ايه؟ لو عنده حاجه يقولها؟ يعني اللي اتكلمني واعتذر لي المخرج. المخرج بتاعه كلمك واعتذر لك، قال لك ايه؟ هو المخرج مصري ولا عراقي؟ المخرج اللي معاه مصر. مصري، يعني هو بيجي هنا بياخد كرو من مصر ويشتغل بيه. فالمخرج كلمك قال لك ايه؟ قال لي انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه بجد، انت من حقك ان انت تزعلي، واللي حصل ده unacceptable. و قلت له بص، الموضوع هو موضوع تافه وفي نفس الوقت مش تافه، مش عارفه يعني اوصلها لك ازاي دي. يعني انا ما تخيلتش ان في بشر كده، ايوه يعني بشر كده. ف انا غلطانه ان انا ما كلمتش رانيا وسالتها سألتيها عليه قبل. صح. انا غلطانه ان انا، بس انا ما عنديش حقيقه رقمها.